هذا برنامج علم البسطاء. تحذير: سوف ترون أحداثاً في قمة البساطة توضح نتائج إهمال العلم. لا تجربوا أياً من هذه في المنزل. أجل، في هذا البرنامج نجد علماً معقداً ضمن البساطة المطلقة أثناء محاولتنا لاستكشاف المنطق في اللامنطق. سوف يتحدى فريقنا من المجربين حدود المعرفة العلمية، لذا لا يتعين عليكم ذلك. بمساعدتهم سوف نكتشف العلم القائم وراء المبادئ الأساسية، مثل مستوى التجمد، التخميد الانفلاتي، التذبذبات المائية. لذا انتبهوا، فهذا علم البسطاء. في هذا البرنامج سوف نستكشف الرفع، الاحتكاك، والحركة الدائرية. ولكن هذا أولاً. في الأيام الغابرة قبل اختراع الهاتف الذكي، سماعات الهاتف واللوح الطائر، كان على البشر أن يكتشفوا أساليب المتعة بأنفسهم، وكانوا يقابلون الأصدقاء ويقومون بأشياء مسلية، مثل التأرجح على المقعد الخشبي. أجل أجل أجل، رائع. إن كان هذا لا يبدو مشوقاً بما يكفي، فإن بإمكانكم إضافة شقلبة رباعية إلى هذه الأرجحة. لم يفكر في وسائل الاتصال الاجتماعي لمدة 3 دقائق. أوه، عصابات رأس متوافقة وجميلة. تذكروا، انحنوا للخلف وضعوا ركبكم بالقرب من الصدر. ولكن قبل أن تجربوا شيئاً كهذا، فإن من الأفضل دوماً البدء بشيء بسيط. ممتاز. إن التأرجح على حبل يمثل أحد النشاطات التي زودت البشر بالتسلية منذ آلاف السنين. وما الذي تعلمناه؟ إفلات الحبل فوق الماء سهل، أن تعود لتحط فوق المقعد أمر أكثر صعوبة. لأجل تجنب الحوادث، فإن هذا الرجل يجب أن يتأكد أن هناك معامل احتكاك مرتفعاً بين اليد والحبل، وذلك لكي يبقى ممسكاً به. بما أنه والحبل يشكلان رقاصاً، فإنه يبدأ من علو يضمن أن لديه من طاقة الوضع الجاذبية ما يكفي ليعيده إلى نقطة هبوط آمنة. لأجل التأرجح عائداً إلى المقعد، يجب أن ينتبه كذلك إلى قوة شد الحبل والفرع واستراتيجية الخروج. معظم الأخطاء أثناء التأرجح عائدين إلى المقعد تنجم عادة عن سوء الحكم، لذا إن كنت تريد أن تحط فوق مقعدك بجوربين جافين، فعليك أن تعرف كل ما يتعلق بقوة الشد وطاقة وضع الجاذبية. سأنطلق. لديه تقريباً ما يكفي من طاقة الوضع الجاذبية، ولكن استراتيجيته للخروج تحتاج إلى بعض العمل. كان يجب أن يفلت الحبل هناك، ولكنه لم يفعل. أبي، والآن ما من مجال للعودة. النجدة. تذكروا أن السلامة الهيكلية هي دوماً أحد الاعتبارات الأساسية. لن أخاطر بالأمر. يا للهول، لا، لهذا لم أقم بالأمر. توجد نقطة اتصال واحدة بين الحبل والعصا، لذا حين يتأرجح فإن الضغط العالي عند تلك النقطة يؤدي إلى قصور هيكلي وألم شديد في الظهر. تبين قوذته بأنه مستعد جداً، ولكن هل حسب مساره؟ حسناً، أعتقد أن هذا يجيب على سؤالي بشكل كافٍ. تحمي القوذة رأسه من الضربات، ولكنها لا تحمي ركبتيه من القراص والبلل. والآن أخبروني، ما هو تقييمكم؟ أريد إجابة. ذلك خطأ. أجل، أوافقك الرأي. إذن في المرة المقبلة، حين تتخيل أنك ملك المتأرجحين، لا تنسى العلم، وإياك أن تقوم بهذا. فهو مؤلم جداً. حسناً، فلنرى كيف حال الفتى الأول. جيد. يبدو أنه لا يزال عالقاً. هل تستطيع أن تبني زخماً بطريقة ما؟ لا يا أبي، عليك أن تلفه. علم ولدك تأرجحاً أفضل من تأرجحك.